أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اتصالا مع هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في ثاني أيام تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال زيارة سموه اليوم إلى مقر مركز محمد بن راشد الفضاء في دبي، مهنئا إياه لوصوله بحفظ الله ورعايته إلى محطة الفضاء في إنجاز تاريخي لدولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. الحمد لله على السلامة، وشعب الإمارات يفتخر فيك، والشيخ محمد بن زايد صديقي وأخي يقول لك الحمد لله على السلامة، وكلمك قبل لا تطلع لكن أبلغني أن أسلم عليك وأقول لك الحمد لله على السلامة وأنت تشرفنا. الله يسلمك طويل العمر، وأنا جدا سعيد وفخور بأن أكون أول شخص من دولة الإمارات من الوطن العربي يكلمكم باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية. شعور فخر، شعور اعتزاز. اليوم طموح زايد، أبونا زايد الله يغفر له ويرحمه وصل للفضاء بإيدي عياله. شكرا على إتاحة الفرص لأبناء الإمارات وصناعة المستحيل لعيالكم. صحيح أخ زاع، يعني كان طموح الشيخ زايد من الصحراء إلى الفضاء، واللي يثبت هذا أن كان يدعي رواد الفضاء إلى أبو ظبي ويسألهم بعض الأسئلة، فكان يعني طموحه هو الفضاء. والحمد لله بإخوانه وأبنائه وأبناء زايد وصلنا إلى الفضاء ووصلنا بين النجوم، وأنت أول واحد، وأول واحد دائما يذكر. ولكن أنا أوعدك بشيء، أن طوابير من الأخوات والأخوان بيتبعون على أثرك وبيمرون في التجارب والامتحانات اللي أنت مريت فيها وبيتبعون مسيرتك. جزاكم الله خير طويل العمر، وهذا اللي نحن متوقعينه منكم، دائما تحطونا في المراكز الاولى ودائما تحثونا على التقدم والتميز، ونحن هاللي تعلمناه في دوله الامارات. اتاحه الفرص وعلى شباب دوله الامارات وكل اللي فيها يجتهدون ويوصلون لكل المجالات. جزاكم الله خير، انتم حطيتونا وخطيتونا السطور، ونحن ان شاء الله بنمليها ان شاء الله في تاريخ العالم. نعم أنا متأكد من هذا، وخاصة بدعم أخي محمد بن زايد اللي حثنا على هذا الشيء. وكذلك شو شعورك لما حملتك هاي الصواريخ إلى الفضاء؟ شعور جدا جميل طويل العمر، يعني ما أقدر أصف لك إيش كثر كانت الفرحة، إيش كثر كان الفخر. يعني أتذكر كل لحظة من لحظة الإطلاق، والضغط اللي يعني من اطلاق الصاروخ جدا كان كبير. تسارع الصاروخ واطلاقه في الفضاء، واللحظه اللي اتذكرها اللحظه اللي وصلنا فيها لانعدام الجاذبيه، كانت مثل شيء ضربه يعني في الصاروخ، لكن هاي خلاص لأن وصلنا للفضاء الخارجي او الحدود الخارجيه من الغلاف الجوي، وحسينا بانعدام الجاذبيه، شعور لا يوصف. يعني مثل ما تشوفون كل شيء يطير هني، شعور جميل. واحلى شعور يوم شفت كوكب الارض والكره الارضيه من الفضاء، منظر جميل، منظر لا يوصف. كان ودي اخلي شعب الامارات كلهم يجون يشوفون هالمنظر معايا، ويوم شفت دوله الامارات كان اجمل منظر في حياتي شفته.